السلام عليكم. هذه 57 دقيقة، حرارة 16. اليوم هو الاثنين، اليوم 15 أبريل. هذا شارع محمد السادس مرجان. وهذا مكناس قبل 8. دابا هذه ساعة باش شرقت الشمس. غنمشيو لجهة لاكريين تاع الخضرة. في الحقيقة جو جميل. عندنا شهر 14 5، شهر 6 تبدا الحرارة. عاوتاني تبدا الحرارة. ثلاثينات، كدير الثلاثينات، تقدر بعض المرات تفوت 40، وخلاص تيدخل شهر 7 صافي تبدا. شهر 7 وشهر 8 حتى الاخر ديال شهر 8 حتى يبدا شويه عاود يرجع الحال. وليني دابا تيكون الجو زوين، خصوصا مع امطار الخير اللي طاحت الحمد لله، طبيعه زيانت. نتمنى من الله تستغلوا هاد لي ويكاند اللي جايين، يخرج الإنسان للطبيعة، يخرج وليداته.
بان بانه بدات الخدمه وبدات القرايه. تلقى ديال التعليم حاله يمكن كتبدا مع 8 هذه 8 قل قسم اولا كتبدا قبل يمكن تقدر تبدا قبل المهم 8 قل قسم اصل ديال الرياضه هذا برج بلقاري اللي قدامنا زين العابدين زين العابدين المحطة نسبيا كتبان خاوية البارح في العشية كانت عار كنشتو الفيديو اللي درت البارح في العشية دابا نسبيا يعني رجال الامن عايقين نشوف فوق اش بدا هذا دابا واش بدا مع 6 ولا لا شارع الجيش الملكي
بكري دابا كان فضل نجيب الدوره من هنا على شارع الجيش الملكي احسن ما ندوز على شارع السعديين. شارع السعديين راه ما فيه ما يتشاف على ما قالوا لي بعض الاخوان منهم لاله ناديه قالوا لي يمكن منمور شارع محمد السادس غادي يحتوي يتعاود ونتمنوا من الله بعدا ينطلق شارع محمد السادس باش لحد الساعة ما عرفوش يدبروا له على الفلوس ولا مازال. الطريق اللي كتهبط البرج مولاي عمر كومباطا واحد الاخ مشكورا هو اللي قال لي بان حيت انا كنت تنظن كومباطا بوحدها وبرج مولاي عمر بوحدو عاد شرح لي بان راه كومباطا داخله في برج مولاي عمر. تحية الأخ حاتم ولا الحاجة لا الحاجة خلاص تحية كترد راه كنشوف لي ريبونس.
فاس، هذه طريق فاس. يقولوا لها طريق فاس مش حال هذه قبل ما يسميوها شارع الجيش الملكي، لكن فوريان وكاين القرنة القديمة، هذه القرنة. باش ندخلوا لباساتي، بارك الله عليكم. السلام عليكم.